hello everyone Assalamualaikum alaikum wa wabarakatuh all my good friend hello this is leila in america uh, today i really i, um, I have uh, some uh, idea it's a great idea uh, it's good to use it for uh, uh, constipation so, uh stick around with me. I hope uh, uh, today you love this video. It's very important. It's for something for healthy and, and good, and good quality and uh, cheap and uh, good prices. And, you know, uh, stick around with me. This is Leila in America. أحبائي أعزائي الكرام هذه معكم ليلى في أمريكا كما العادة ودائما بتجيب لكم جيت وجبت معي الحاجة دائما منفعة للذات والصحة والوقايه دونك انا جبت لكم شي حاجه مزيانه للناس اللي عندها الامساك و و, و... تبغيش تاخذ الدويات بزاف او لا ال... شي حاجه اللي تاخذوها في ال في الكونتر في, ال... في الف... يعني في الفرماسيان تتباعوا او لا ال... في في مارشي في ال... شي غيون ولا شي حاجه دونك كما عرفتوا انا كنت نستعمل دائما هذا الدواء هذا اللي سميتو ميتي ميلسول فايبروت دي هاب فايبروت فيها الالياف وهكاك وديال الشوكر فري دونك انا شي حاجه عندي مزيانه ومنفعه وتتبعو ورخيصه على هادو دونك هادو تتبعو شي شويه غاليين وكاينين انواع كثيره ديال الامساك باش تخليكم تمشيو للطواليت دائما دونك آه يعني آه انا تنقول لكم شي حاجه لي تنفعكم في الدات ولا حياء في الدين دونك انا تنهضر شي حاجه لي هي لوجيك شي حاجه اللي هي آه كاينه دونك آه انا كنت نستعمل أن من شحال هذه ولا تنستعمل هذا هاد النوع هذا وكاينين كما قلت لكم في الاسواق موجودين طبعا الدكتور اللي عطاني هذا دونك الناس اللي عندها مشكله ما تتمشيش اسبوع ولا ما تتمشيش يوميا خصهم يهضروا مع الطبيب وانا غادي نعطيكم الحل اللي تمشيو فيها دفوة في النهار يعني يعني مرتين في النهار ولا مره في النهار لازمكم خصكم تمشيو للطواليت يوميا ما تبقاوش ترخيو على راسكم يقدر يدير لكم الفقر في الدم يبقى يقول يدير لكم التسيل وانتم ما عارفينش ويقدر يدير لكم الحرقه وال... ويدير لكم مشاكل بزاف في الذات ويبقى يدير لكم تقيؤ من... من الفم ديالكم لانكم ما تتمشوش للطواليت دونك تترجعوا كل شي لنا ما تسكتوش على راسكم ومن بعد مين تسبقوا ديروا تقيؤ راه داك تيرجع كلكم سير في الذات انكم ما تتمشوش بروبلي و... ومن بعد مني ما مني ما تتمشوش تيدير لكم فقر الدم نقص تيقرد ت... ت... لكم الشعر تيدير تيقدر يدير لكم تسيول إن أمي تتمشيو بزز بزز الامساك كتتعرفوا أمي تتمشيو بزز على ثلاث أيام ربعيًا. تديروا جروح وتيسير لكم تسيل الدم هنا في تيكون فقر الدم والفقر الدم راه هو تيطيح لكم الشعر ويدير لكم تخريب في الذات يزرق الوجه يدير مشاكل دونك هذا الامساك بيدير بزاف د الحوايج دونك ردوا بالكم ان الحاجه رخيصه وسهله هو الزيت ديال الكوكو الكوكونات هو باسل ولكن كما تتشوفوا هنايا آه آه 100 بيور ريفيلد يعني هذا 100% آه صحي و100 طبيعي ومزيان وتناخذوا رخيص الثمن ديالو كما تتشوفوها نتوما هذا بارابور لهذا راه تيتباع غالي بحال دابا هادي غير صغيره يقدر ناخذها حتى 8 دولار ولا 9 دولار دونك لا كنت نشري قرعه كبيره دابا انا هادي كاع لما ما تمشاتش لي هادي تنخليها دي في الاحتياط فيها الالياف وزيت الكوكونات راه بحال اللي تديرو آه تتغسلو داكشي كامل دغيا تيمشي دغيا تمشي وصدقوني تتغسلو المصارن وتغسلو كلشي وتتغسلو هذاكشي كل كامل تيسهل عليكم باش تهبطوا للطواليت يعني اللي اللي عنده بزاف مزير يقدر ياخذ معلقه في الصباح على الريق ومعلقه بالليل باش يقدروا يساعدو دونك

Um, seller, so you buying this very expensive, and I know this is good. The products too, it's very expensive, but this is the best one, make you more easy to go to bathroom for the canosaphy. Uh, it's it's very good, and it can clean you, charge you the body. In, in, in for my experience, I use that, I'm not using that no more. Uh, once a while, if I have a really problem, but most of the time, I don't have a problem. Anytime I eat one, I go directly, and I uh, I go directly in the bathroom. So it's very easy. It's very good. I hope uh, all my good friend enjoy this video with me. Um, if you like this video, subscribe, uh, share the idea with your friend. Uh, don't forget, you give me your opinion. Uh, I'm always uh, uh, I am uh, in in um, in Facebook and. Uh, uh, for social media that's mean youtube channel my channel uh, another one it's uh, the flagging seed flag seed it's very good for the uh, the konasapi um, it's very very good you know and they have a lot of lot of uh, lot of benefits for that so uh, it, it can control a lot of things i'm not going to talk about other things but it's good if you're uh, toast it a little bit with one spoon like that. Just if you use that, just one spoon like that exactly. Okay, one spoon for coconut oil. واحد المعلقة ديال coconut oil على الرق غادي تخليكم بعد الفطور هتخليكم تمشيوا سريعين. Donc هذا أنا على flagging sea I put one spoon. One spoon soup. For uh, 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 for uh, for high pot like that, and I toast it. I toasted just quick, and then I ground it, and I put them with the plain yogurt. It's they have five, they have fivered, uh, they have uh, a mega tree, or they have. Um, a lot of lot of things. Um, next time I I'm gonna make some video for that benefits for that. For now, this one it's good for the cannaepe, it good for the hair, good for the nail, good for lot of things. كما قلت لكم احبائي هذا راه فيه ميغا 3 وفيه فيه وتتساعد على تتساعد على الامساك يعني تتساعد على تسريع الامساك باش تمشي ولا حمرتوه شويه درتو واحد المعلقه بحال هكا وحمرتوه هذا كما تنقولوا البدر بودرات ديال ديال زريعات الكتان كما تنقولوا بالمغربيه البودره ديال البدر ديال زريعات الكتان دونك بدر زريعه الكتان دونك زريعات الكتان كما تنقولوا بالمغربيه مزيانه إذا حمرتوها ودرتوها مع واحد المعلقه ديال دانون طبيعي راه مزيانه لكم الشعر الفقر الدم فيها اوميغا 3 اه مزيانه الدفرين الضفرين آه اللي عنده اللي عنده الفانغوس اللي عنده يعني الناس اللي عندها دات السكري راه تيكون الامراض شويه في السبعين وداك الشيء دونك آه مزيانه كما قلت لكم فقر الدم بزاف د الشعر وانا غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي بغات تدهن الشعر ديالها بهذا وكيفاش تخليه لا طويل وتنعم ولكن خصكم تاكلوا منه واحد المعلقه الا شعركم يطوال ويرطاب ويتنعم دونك هو راه مزيان فيه بزاف د الحوايج تيعطي الدور ديالو بزاف فيه اللي تيصايب منه البيض فيه بزاف الاشياء الجل داك 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 البيض ديالو وكما و تنديروا البيض البيض راه تنديروا للشعر دونك راه فيه فوائد كثيره هاد هاد الزريعه ديال الكتان مره اخرى غادي ندير لكم فيديو وغادي نعطيكم كاع اشنو فيه واشنو تتكونترولي وكاع اول ذا بينيفيس فود فلاك سي اي حاجه ديال الفلاك هذا زري الكتان غادي نهضر عليها اكثر في البي... في الفوائد ديالها دونك انا دابا تنقول لكم بالتخسير بال... يعني استسمح بال... يعني تنخسر الكلام ديالي تنقتصر الكلام ديالي ام سوري يعني تنقول لكم غير الضفرين دابا وال... وال... والشعر وال... ال... 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 الامساك ما هي فيها فوائد كثيرة عندها بزاف ديال الفوائد هاد الزريعة الكتلة اللي هي تتكون موجودة عندنا في ديورنا وعند العطار وحنا كاع ما تنعطيوها دونك يمكن لكم تنقيوها وتسخنوها وطحنوها وخلطوها مع كاس دانون وصدقوني غادي تعطيكم واحد النتيجة مزيانة للإسهال اللي ما لقاش الزيت ديال الكوكو ولا هذا دونك هذا راه غالي داكشي اللي تيتباع في الفرماسيان عليكم بالجوز الهند زيت الكوكو راه بالفعل راه هو راه عرفتي بحال اللي تديرو بونطاج للمصارن ديالكم تيغسل داكشي كامل حتى هذا آه انا بغيت ندوي لكم على شي حاجه اخرى أو تاني ان شاء الله انا عندي عندي بزاف د الحوايج اليوم ما غادي ندوي لكم عليهم عاوتاني ديال حيت هذا الكوكو ديال الاكل والطياب وكل شيء اللي عنده الحساسيه مع الزي... الزي... الزيت الزيوت الاخرى ولا مع الزبده ولا مع اي حاجه دونك يمكن له يستعمل هذه فعوض ما ديروا الزيت او الزيت العاديه دونك راه يمكن بهذا هذا الزيت ديال الكوكو عاوتاني ولكن هذا ديال ديال الوجه

وعندي كوكونات وطبعا عندي الـ الـ الكيس كما تشوفون الكيس في الحمام و و ولا اللي ما عندوش الكيس يدير هذي يعني بونجا بحال هذه بحال هكا يحك بها ويصيب بها وانا غادي نجي نقول لكم بقاو معايا دونك احبائي اعزائي الكرام اول ماي جود فريند this is Leila in America uh, like all the time هذه <applause> معكم ليلى في امريكان دائما كما تنقول كما العاده كما تنقول انا دابا انا جبت لكم هذه هاد الفكره هذه ديال ديال تنظيف اللحم بالنسبة للبنات اللي كاينين او احبائي في الله كل ما هو تسمعني كما احنا ما سكنش في المغرب دابا انا ساكنة في امريكا وكان الناس ساكنين في اوروبا وكان الناس ساكنين في البلدان الاخرين مسافرين على شغل ما معين ما ما الكيوسة وما تخرج لهم الوسخ تيديو الكيس وما تخرجش لك ما تخرجش لكم الوسخ اه هنايا في امريكا ولا في اي بلاصه في اي مكان ما كنتو و دونك كاينه واحد الطريقه ما عندنا الصابون البلدي ما تيبقاش لينا واخا تنهبطو ما تيبقاش ذا بيست واي باش ديروا هاد الخلطه هذه وانا شفتها في الكوريبيان في بحمص أه أه بحمص في الكونتري اتس اتس ايلاند بحمص واحد البلاد فيها أه ناس سود مخلطين أه تيديروا هذا عندهم الكوكونات يتسعملوا بزاف الكوكونات يعني تيستعملوا زيت الكوكو أه أه بزاف تيستعملوا في الحموم وهذا دونك وما مين تبدأوا تيبداو يحكوا شي حاجه بحال هذه بحال هكا باش يحيدوا أه ذات سكين دات سكين يعني الجلد الجلد اللي هو ميت كما تنقولوا حنايا تنحكو حتى تخرج داك سباكيت داك الجلد كاع الميت اللي موسخ حنا وسخ هو جلد ميت كما تيقولوه دونك باش حنا راه عندنا في الحمام عندنا سخونية و تيطيح بزز منه مي تمشيو للحمام راه تيهبط ان تنسخنوا تنحكو تنحكو بعضياتنا الطيابه اه وتيحكو داك الحمام مع الصابون البلدي اللي عندنا و تنديروا حوايج راه أه يعني داكشي اللي كانوا تيديروا جدودنا الله يرحمهم داكشي رائع يعني من من الذات اللي تتبقى طريه وفتيه ورطبه وتخليها تتسبك دونك انا جبت لكم واحد الحاجه هنايا نتمنىكم تستبدوا من هذا الفيديو هذا واللي عجبوا الفيديو كما تنقول فرقوا مع اصحابكم الفكره شاركوها مع الاصدقاء ديالكم الفكره ما تبخلوش كتبوا انا غادي نجاوب عليكم انا دائما تنتظر الاراءات ديالكم دائما معكم في اليوتيوب الفيسبوك تنتمنى منكم تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم تنتمناكم يعني تشاركوني في في القناه ديالي وانفعال القناه والجرس وشكرا لكم آه، لكم تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم انني يعني انا ماشي غير الطياب اللي غادي نعطيكم غادي نعطيكم الدواء اللي هو ساهل اللي يبسط لكم اللي هو تتلقاوه راه عندكم غير رخيص وسهل ومنفع وسيروا جوجلوا عليه وقلبوا عليه بلا انا هاد الافكار ما تنجيبهاش غير من ذاتي انا ونخلطها او ندير حتى تنقرا عليها وتنشوفها عند الناس اللي تيهضروا عليها دكاتره ودي سبيسياليز عندهم خبره في هادشي عاد باش انا تنشارككم دونك آه وتنخدمها انا بذاتي وتصلح ليا آه بحال هاد الفكره هادي اللي تنقول لكم ديال بيكابرونات سودا وديال الكوكو كنت شفتها في بحر وبقيت نستعملها او لا تندير البيكنين السوداء والحامض تخرج لي اللحم ديالي تيشعل يعني انا ما عنديش الحساسيه الناس اللي عندها الحساسيه غادي نبدل لكم ندير لكم الكوكونات دونك الناس اللي عندها الحساسيه يمكن تشد حامضه تقسمها ودير الحامض وتحك بها الذات ديالها وتخلي ذاتها وتدخل الحمام واحد 15 دقيقه واللي ما عندوش الحساسيه راه كاينين الناس عندهم الحساسيه دونك تخليو تشوف الوسخ كيفاش غينوض ليها من اللحم ديالها كاع داك الوسخ كله يتفرتت حيت حنا بصعوبه باش يتحيد الوسخ واخا بنادم ولا هذا القليل اللي تيخرج له الوسخ في overseas. دونك هادي انا أه تندرة انا ما بقاش عندي الكوكو لاني يعني انايا تناكل الكوكو انايا انا هاد ديال الكوكو تنستعملو في الحمام تنستعملو كيما كما قلت لكم باش نولد الوسخ يعني تنديرو دونك تنديرو واحد هادشي بواحد المعلقه كبيره ولا جوج معلقات كبارين بحال هكا يعني واخا يكون سائل ماشي مشكله وتندير عليها واحد معلقة كبيرة ديال البيكابرونات السوداء وهي راه موجودة في المغرب في الفارماسي وتنحركو باش يجيني تقيل بحال هكا كما تتشوفوا بحال هكا اوف بحال شكل الشكل هكا تيجي وانا اشنو تندير آه تندير تندير له هكا يعني و في الـ في دابا في انا غير تنوريكم يدي يدي داتي تتخليه تيخليه تاي تيبري يعني اش غنقول لكم كيما تتشوفوا تي تيبري دابا انا غير تندير لكم هنا دهنوه في لحمكم كامل في اللحم ديالكم كامل 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 ودهنوه دهنوه مزيان في اللحم الذات ديالكم كامله وغادي تشوفوا هذاك الزيت لحمكم تيبري وغيبقى تيكون تيبري 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 مزيان ومن بعد غسلوه بدأو تحكو بالكيس واللي ما عندوش الكيس يمكن له يشري شي حاجه حرشه بحال و ويبقى يحك بها البادي ديالو This is only for the body for uh, uh, that skin you can put uh, coconut uh, oil for the body For the body, head uh, up. For the body, so make the uh, baking and soda. So um, you know, like one spoon in half for that, like a big spoon like that, and uh, one spoon in half too. The baking and soda. بيكنغ الصودا راه عندها الادوار ديالها كثير مهمه تتستعمل بزاف د الحوايج دونك انا دابا تنستعمل قلت لكم ما بغيتش ندخل معكم في المواضيع ديال بيكنغ الصودا فيها بزاف ديال الحوايج تقدري تستعمليها بزاف د الحوايج دونك انا دابا تنوريكم ديال الدات كيفاش تخليو الوسخ من داتكم تخرج دونك اول ماي جود فريند ذيس از اونلي كريم فور ذا بودي put the dead skin and then you have itchy and you swollen, sweat, you sweat for work, you back and forth. It, it, really, you take a shower, you, before you take shower, put that in the body. It's very, very good, uh, uh very good gel for the body. It's coconut, it's good. Uh, هذا من بعد انايا uh, تنبغي نرو في الحمام ديالي تن, تندير واحد واحد المعلقه ونص تنحطها في البان في الماء وفي البانيو تندير واحد المخضاي اللي بغا يمشي يشوف راه عندي واحد جوله في الحمام راه انا راكسي في دونك انا ما وريتش راسي غير تنقول لكم و و مع راساتي و تنمشي ان الكوكونات تخليك تخليك, تخليك تعطي عنده واحد الادوار ديالو ممتعه وتخليك تمشي مع الريحه ديالو تخليك تمشي في افكارك بعيدة يمكن كاع تكوني مرتاحة في البانيو ديالك وتقراي شي كتاب وتمشي فيه و... ولا تغني و... ويخليك يخليك فيري 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 هابي ومن يعني الكوكونات هذا الزيت ديال الكوكو ومن بعد منين تساليو الحمام ديالكم دهنوه باللحم ديالكم يخليه تيبري تولي تيبري تيشعل في اللمعات وردوا بالكم على حياتكم تهلاو في الحياة دايزة باش ما كان أحبكم في الله هذه ليلة معكم مع النصائح اللي في البيت واللي المرأة ترد بالها على هاد الحوايج اللي هما بسيطين وتشوفوا شحال غادي تكونوا غاديين مزيان في حياتكم بوزيتيف في افكاركم ما تتبقاش ديك الافكار السلبيه غير من هاد الكوكونات الكوكونات راه سيروا قلبوا عند الدكاتره اللي تيعطيو على هادشي ديال الكوكونات الافعال ديالو شنو تتعطي في الدور ديالو الجسم وفي العقل وفي كل شيء دونك كاي الكوكونات ديال الاكل والكوكونات اللي هي تتهدل الاعصاب وتترخيك وتتفكري وتتشمي داك الريحه زبينة وتنساي راسك واش هذه دونك هذه آه معكم ليلى ليلى في امريكا احبكم في الله وشكرا لكم اذا عجبكم فيديو ما تنساوش الجرس و الجرس <applause> ما تنسوا تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وانفعال الجرس وشكرا لكم كثيرا دونك آه انا هادي معكم ليلى دائما غادي نجيب لكم افكار جديده وما تنساوش اجان شاركوا الافكار ديالكم مع الاصدقاء ديالكم شاركوا هذا الشيء اللي تنقدمه لكم ما تبخلوش ما مت ما اعطوني آه آه آه. انا تنتمنى منكم تعطوني رايكم والراي ديالكم بيهمني كثير ودون كان معكم ليلى ليلى في امريكا وشكرا لكم واحبكم في الله ما تنسوش